وحول ذلك ينضم الينا المتحدث الرسمي باسم هيئه الرقابه ومكافحه الفساد الاستاذ احمد الحسين. مرحبا بكم سيد احمد معنا على نشره التاسعه. بدايه، قضايا جديده وعمل دؤوب منكم في هيئه مكافحه الفساد لسد منافذ الفساد في بشتى صوره في الدوله، حدثنا عن كيف توصلت الهيئه الى هذه القضايا. اهلا بك اخي العزيز محمد، وارحب الاخوه والاخوات المشاهدين والمشاهدات. مثل ما تليت في البيان، طبعا الهيئة باشرت 127 قضية خلال شهر شوال من هذا العام، واستعرضت من خلالها عدد من القضايا. في الحقيقة الهيئة لها عدد من الأدوات والآليات والأساليب في الكشف مثل هذه القضايا، تتمثل في تحليل البيانات، في بناء المؤشرات، في برامج التحقق، في تعاون الجهات الحكومية الأخرى، وكذلك في تلقي البلاغات. في القضايا اللي استعرضت قبل قليل في البيان، منها قضايا بتعاون عدد من الجهات مثل ما ذكرت، رئاسة أمن الدولة، هيئة السوق المالية، المؤسسة العامة للتأمينات، شرطة منطقة الرياض، وفي قضايا أخرى عن طريق البلاغات أو أدواتها وآلياتها الأخرى. جميل جميل. أستاذ أحمد، هل العقوبات مختلفة باختلاف القضايا التي تابعناها قبل قليل في هذا البيان؟ نعم صحيح، العقوبات تختلف طبعا باختلاف الجريمة التي ارتكبت، وكذلك باختلاف الظروف، هناك ظروف مشددة، هناك ظروف مخففة. فعلى سبيل المثال، استعمال موظفين الشركة أو أعضاء مجلس إدارة سلطة واستعمال أموال الشركة في الإضرار بمصالحها لمصلحة شخصية، هذه لها عقوبة منصوص عليها في نظام الشركات، تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة 5 ملايين ريال أو بهما معا. غسل الأموال عقوبة مختلفة أيضا منصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال، تصل إلى 15 سنة وغرامة 7 ملايين ريال أو بهما معا. وكذلك الرشوة والتزوير، العقوبات تصل فيها إلى السجن 10 سنوات أو الغرامة 5 ملايين ريال أو بهما معا. فالعقوبة بلا شك تختلف من واقعة الأخرى ومن جريمة الأخرى. نعم أستاذ أحمد، اليوم الدولة أعزها الله تقوم بجهود كبيرة وقوية جدا في مكافحة هذه الجائحة، جائحة كورونا، إلا أننا تابعنا قبل فترة هناك ناس استغلوا هذه الجهود التي تقدمها الدولة والدعم السخي لمواجهة هذه الجائحة. ما هي رسالتكم أنتم في هيئة مكافحة الفساد لمن يستغل مثل هذه الظروف الراهنة؟ بلا شك الجميع يلحظ الجهود اللي تبذلها الدولة بكافة جهاتها للتصدي لهذه الجائحة. طبعا وهذا الجهود ساهمت في الحد من انتشار الوباء، وكذلك أيضا ساهمت تخفيف آثارها السلبية على الاقتصاد الوطني ولله الحمد. ولذلك فالرسالة اللي بتوجهها الهيئة لكل من يستغل انفاقها الدولة السخي بأنه أو لمواجهة الجائحة، طبعا انفاق الدولة، ليتعدى على المال العام أو يتورط في ممارسات فساد مالي أو إداري، فالهيئة توجه للرسالة بأنه لن يفلت من العقاب. نعم أستاذ أحمد، كيف تتابعون جهود مختلف الجهات الحكومية وأجهزتها معكم أنتم في هيئة مكافحة الفساد، وأيضا الدور الكبير الذي يقوم به المواطن من ناحية التبليغ وغيره من الجهود التي ربما تؤازركم في الكشف عن مثل هذه القضايا؟ الهيئة تلمس تعاون كبير من الجهات الحكومية، والقضايا التي وردت في البيان تؤكد هذا التعاون، وهذا التعاون الحقيقة يدعم ويعزز جهود الهيئة الرامية إلى مكافحة الفساد المالي والإداري بكافة صوره ومظاهره وأشكاله. وبالنسبة أيضا الهيئة من خلالها توجه رسالة شكر لهالجهات في تعاونها مع الهيئة، وكذلك رسالة شكر للمواطنين والمقيمين المتعاونين معها في دعم جهودها وتعزيز أيضا آلياتها وإمكانياتها في محاربة هذه الآفة. وتؤكد في نفس السياق أهمية دورهم التشاركي مع الهيئة في دعم جهودها لمكافحة الفساد وحماية المال العام والحفاظ على مكتسبات الوطن بما يعود على الجميع بالنفع والخير. جميل. أستاذ أحمد، يتساءل الناس ما مدى إمكانية معرفة أسماء بعض هؤلاء المتهمين حتى ربما يكون هناك ردع لمن تسوي له نفسه أيضا المساس بالمال العام للدولة؟ طبعا بلا شك استعراض الأسماء هذا يدخل ضمن عقوبة التشهير، والعقوبة التشهير لابد أن يصدر فيها حكم قضائي كما تعلم ويعلم الجميع، بينما القضايا التي الآن وردت في البيان كلها لا زالت رهن التحقيق، وبالتالي فمن غير المتصور في المرحلة هذه بالذات اللي هو تعلن أسماءهم، ولكن بصدور الأحكام القضائية النهائية فالتشهير بلا شك من ضمن سياسات الهيئة.
شكرا جزيلا لك. إذا كان معنا الأستاذ أحمد الحسين متحدث هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.